صعب شباب، بما ان في ناس شايفه الموضوع صعب شويه فانا قلت احكي لكم قصتي. انا اتجوزت مراتي ازاي؟ اولا احكي لكم سايد قصه كده. احنا كان في واحد جارنا راجل كده طيب، احنا كنا في اسكندريه في ميامي، انا ساكن في الدور الثامن وهو ساكن في الدور السابع. الراجل ده كان قبطان متقاعد، تمام؟ كان اسمه كابتن فتحي. الراجل ما شاء الله زي العسل كده، قد والدي راجل كبير وبتاع، وابنه صاحبي جدا. وانا سبحان الله يعني في العماره كده كلها تمه، ما كانش بيقع في سكتي غيره، يعني ما حدش يشوف مني حاجه حلوه غيره. يعني قدرا كده بقى نازل مثلا في الاسانسير الاقيه هو داخل باكياس كده، فعادي طبيعي يعني اروح اشيل منه واحط منه في الاسانسير مثلا. ربنا يبارك فيك يا ابني مش عارف ايه. مثلا مره كنت طالع بالعربيه بتاعتي وهو عربيته حد راكن عليها صف تاني، وقعد بقى ايه يدور على الراجل والحراس بتاع العماير قاعدين يدور عليه ما لقوش. فقلت له طب يا عم تعالى معايا وانا اوصل حضرتك وارجعك تاني وبتاع. قال لي انا مش عايز تقل عليك. قلت له والله ابدا ولازم تيجي معايا وكده. فقدرا يعني موقف كده. مره مثلا جوه طالع اسانسير وانا طالع، فاقول له حضرتك لازم تتحرك الاول ومعاه مثلا ولاده وبتاع وكده، تمام؟ قدرا الراجل ده الوحيد في العماره اللي يعرفني ويشوف مني حاجه عدله، تمام؟ المهم سيبكم بقى من القصه دي، تمام؟ انا بقى ايه مراتي دي عرفتها منين؟ احنا كان في قدام بيتنا كده شارع بيطلع على البحر، وعلى ناصيه الشارع ده شارع كده في مكتبه. المكتبه دي فيها راجل وبنته، هما دول انا بشوفهم. بنته دي كانت جدعه جدا كده وواقفه مع باباها وما شاء الله بيك راجل كده، ومحدش يقدر يبص لها بصه ما تعجبهاش، ويعني وحاجه كده ايه حاجه كانت بتعجبني جدا يعني. فانا في مره من المرات كنت ماشي مع واحد صاحبي، قلت له انا يوم لما اتجوز هتجوز بنت زي دي، تمام؟ المهم ايه لفت الايام وبتاع مش عارف ايه، وقررت ان انا ايه اتجوزها الحمد لله. فالمهم ايه رحت لبابا، يا بابا انا عايز اتجوز وبتاع مش عارف ايه، لما تتخرج يا عم الحاج. طب نخطب قال لما تتخرج. بابا ايه ما شاء الله كده يعني. فالمهم ايه وعرفت بعد كده ده الصح. فالمهم قلت له ايه ماشي يا بابا. اتخرجت اول ما اتخرجت اول ما خدت الشهاده، بابا هنروح لها امتى؟ قال لي حدد معانا. قلت له خلاص ماشي. المهم رحت رايح لباباها قلت له ازيك يا عم عامل ايه، انا عايز اتقدم لبنتك وبتاع مش عارف ايه. فالمهم الراجل قال لي طب انت منين؟ قلت له انا ساكن هنا وبتاع مش عارف ايه وكده. قال لي خلاص ماشي تعال لنا ايه، وحددنا الميعاد ورحنا، تمام؟ المهم احنا رحنا، فبابا بيقول للراجل حمايه ده، فبيقول له طب حضرتك وطلباتك وبتاع والمهر؟ قال له مش عارف انا ما باخدش. طب حضرتك الشبكه؟ قال له انا مش دعوه بالشبكه دي، اديته ليها زي ما هو عايز. طب الشقه؟ قال له مش مشكله ما فيش معايا هو لسه يبتدي. فبابا استغرب. فالمهم بيقول له يعني طب حضرتك يعني ازاي ما فيش طلبات خالص كده؟ فالمهم ايه الراجل ده راح قايل ايه؟ اصل انا بصراحه عندي واحد صاحبي. صاحبي ده ساكن في العماره اللي انتوا ساكنين فيها، فبهاء اول ما جه قال لي انا ساكن في الحته الفلانيه، فانا قلت له خلاص ماشي عشان انا عارف انا هسال مين. فلما رحت سالت الراجل ده اللي هو كابتن فتحي ده، قال له انا كنت اتمنى يبقى عندي بنت غير بناتي اللي اتجوزوا عشان اجوزها لبهاء. فدي بالنسبه لي كفايه. فانا طبعا قاعد مش مصدق اللي بيحصل ده، مش مصدق خالص يعني. سبحان الله الراجل الوحيد اللي يعني اللي بيشوف مني حاجه كويسه يكون صاحب الراجل اللي انا رايح اتقدم لبنته، وهو يوم لما يسال عني يسال عني الراجل ده، وهو يقول له الشهاده دي اللي تخليه خلاص يعني هو مطمن جدا لدرجه ان هو ايه مش فارقه معاه بقى، هو المهم ان هو ايه واحد محترم واحنا بنشتري راجل واحنا سالنا عليه ولقينا الوضع الفلاني. فيا جماعه هي مش بتحصل بالورقه والقلم، اللي بيدبر الموضوع ده بقى كلمه النصيب يعني، اللي بيدبر الموضوع ربنا. هو اللي هيعطرك في اللي يخلي حد لما يسال عليك يعرف ان انت كويس ويدبر لك الدنيا دي ويشبك الموضوع عشان تبقى من نصيبك، تمام؟ ولا فلوس ولا حسابات ولا شغل ولا لا اصل البنت دي مش عارف مستواها عامل ازاي ولا اهلها خش عليهم بايه ولا الدنيا دي كلها. انا كنت ساعتها ظروفي صعبه جدا، بس كان نفسي ان انا اتجوز، ولقيت البنت دي وما كنتش عايز اتجوز غيرها، تمام؟ ودعيت ربنا بصراحه وحاولت اعمل اللي عليا على اخر 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 يعني اخر اخر، والحمد لله ربنا وفقني. فعسى ربنا يوفقك كلكم، توكلوا على الله وما تكونوش دعوه، اعملوا اللي عليكم يعني وما تكونوش دعوه بالباقي، وادعوا ربنا ان شاء الله ييسر لكم. يلا سلام عليكم.